بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا موفقا مسددا يا رب العالمين. أصحاب المعالي الفضيلة والسادة مشايخنا الكرام، في هذه الندوة المباركة ومع أول جلساتها المعنونة بالطرق غير القضائية لتسوية المنازعات، الصلح والتحكيم والوساطة والتوفيق، يشارك فيها أصحاب الفضيلة صاحب الفضيلة الدكتور زيد بن عبد الكريم الزيد، أستاذ قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، وعنوان ورقته التحكيم. كما يشارك فضيلة الدكتور الشيخ أحمد بن عبد العزيز الصقيه، أستاذ القانون بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الفيصل وجامعة دار العلوم، ورئيس لجنة الفصل في نظام المعلومات الائتمانية. ويشارك أخيرا سعادة الدكتور يوسف بن عبد اللطيف الجبر، المحامي المعروف والباحث في الشؤون القضائية، بورقته المعنونة بالصلح. ونبدأ ببركة الله مع فضية الشيخ الدكتور زيد بورقته المعنونة بورقة بعنوان التحكيم لمدة 10 دقائق، فليتفضل فضيلته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن التحكيم أيها الإخوة في مثل هذه المناسبة زمانا وحضورا. أولا بالنسبة للزمان، لأن مع صدور نظام التحكيم ومنذ عدة أيام وبعد أن وزعت أو كتبت هذه الورقة التي بين أيديكم، وأيضا في مثل هذا الجمع المبارك الذي أشعر أني حقيقة ليست مجاملة، بل هي أنني أتتلمذ على يد كل واحد منهم، فهم أساتذتي في التحكيم. وماذا سأقول لمثل هؤلاء الذين مارسوا التحكيم، بل منهم من شارك يمكن في إعداد نظام التحكيم. هي أيها الإخوة مشاركة أقول بكل صدق إنها متواضعة بالنسبة لمستواكم العلمي والممارسة في المهنية في واقع القضاة، وأيضا المحامين الذين مارسوا مجال التحكيم مرات ومرات. طرق تسوية المنازعات هي هذه الثلاثة، إما تسوية ودية أو قضاء أو تحكيم. وأنا سأسرع لأنني الوقت ومجرد رؤوس أقلام أذكر فقط، وأنا أعرف أنكم تتذكرونها، لكن هو شرف لي في الوقوف بين أيديكم، يكفيني هذا. الفروق بين طرق تسوية المنازعات: الصلح والوساطة والتوفيق من التسويات الودية التي تقوم على التراضي. مدام الوقت محسوبا علي بالدقيقة، فأنا إن شاء الله ألتزم بإذن الله تعالى. أولا الصلح تسوية ودية تقوم على التراضي ولا تحتاج إلى وجود سلطة، وهو أقدم الوسائل، يعني منذ عهد البشرية الأولى والناس يقومون على صلح، لأنه لا يفتقد إلى سلطة، وإنما إذا وجد نزاع التقى الناس وسووا، إما عاد بلقاء فردي أو لقاء جماعي يجري بين القبائل ونحوها. القضاء سلطة عامة تقوم بوظيفة ضرورية من أجل حماية النظام وأيضا حماية حقوق الناس فيما بينهم وتدافعهم. التحكيم يمزج بين هذه وهذه، فهو له جانب
طوعي وله جانب أيضا سلطوي نظامي تدخل الدولة فتنظم فيه، وهو أيضا له جانب حتى في النظام الجديد كثيرا ما يقول في النظام الجديد نظام التحكيم ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك، فهم يعطون النظام أعطى سعة كبيرة في اتفاق أطراف التحكيم. هاي تعريف شرعي ذكره، وهذا تعريف آخر أيضا، الأول أظنه لابن عابدين، الفرق بين التحكيم والقضاء. القضاء هو الأصل والتحكيم استثناء أو تنازل من الدولة. التحكيم نعم هو تنازل من الدولة، عندما الدولة تصدر نظاما للتحكيم وتخول أطراف النزاع تخول تقول لهم اختاروا من تشاءون، فهذا معناه أنها تنازلت عن شيء من سلطتها لتترك، ولا الأصل أن هي الذي تحدد من يقضي بين الناس، وهي الذي تقوم على كامل الإجراء من أوله إلى آخره قضاء وتنفيذا. لكن هذه جزء من تنازل الدولة عن سلطتها القضائية لتمكن الخصوم من اختيار من يرضونه ليكون حكما بينهم يفصل في نزاعهم. القضاء ولاية عامة فلا يخرج عن سلطته أحد ولا يستثني موضوعات، أما التحكيم فقاصر على بعض القضايا وسلطته على المحتكمين فقط. وسأتي بعد قليل في مجال التحكيم أتحدث عن نظام التحكيم، ما هو مجال التحكيم في نظام التحكيم السعودي. التحكيم أوسع من القضاء في الاختصاص المكاني. التحكيم لا يلتزم، المحكم ليس محددا بمدينة الرياض ولا من جدة ولا مكة ولا غيرها، أما القاضي فإذا عينه ولي الأمر في مكان فقد وجب عليه أن يكون يلتزم الاختصاص المكاني المحدد للقاضي. المحكم يخضع لشروط المحتكمين، يحددون له المدة التي يجب عليه أن يفصل النزاع فيها، ويحددون أيضا شروط تعيينه هو في اتفاق التحكيم، ويحددون مدة ويحددون مكان ويحددون مثل ما ذكر أيضا قبل قليل سمو الأمير كثير من الإجراءات تحدد عن طريق اتفاق المحتكمين. أما القاضي فنظام عنده إجراءات يطبقها على الجميع، ويطبقها جميع القضاة على حد سواء، وتطبق على جميع أطراف النزاع بشكل واحد. الخبير عمله مساند ويقدم رأيا في جانب فني دون أن يبدي رأيه فيما يجب اتخاذه. الخبير يقدم رأي فقط، أما أن يقول ينبغي أو يجب أن على الطرف الأول أن يفعل كذا أو يجب على الطرف الثاني يفعل كذا، هذا ليس له، وإنما هو يقدم رأيا فنيا، وكلمة يجب هذه تصدر إما من القاضي أو تصدر من المحكم. المحكم يصدر الحكم، أما الخبير فيصدر عنه تقرير، يصدر عن تقرير فقط لإيصال معلومة لتنوير القاضي لتنوير المحكم، خاصة إذا كان القضية قضية فنية تحتاج إلى خبير متخصص. المحكم له ولاية، وبالتالي فيشترط أن يكون مسلما عند الجمهور. عند الجمهور يشترطون أن يكون مسلما، وهيئة المعايير في البحرين لم تشترط المسلم، وإنما اشترطت فقط أن يكون الحكم الصادر عن المحكم موافق للشريعة فقط. أما الخبير فيجوز أن يكون غير مسلم، لا يشترط فيه أن يكون مسلم، غير لا يشترط فيه أن يكون مسلم، لأنه ليس له ولاية، وإن يصلح طبيبا أو مهندسا أو أيا كان محاسبا خبيرا وهو غير مسلم. التحكيم في بعض المسائل وليس في كل المسائل، أما الخبرة فتسوغ في كافة الدعاوى سواء كانت مالية أو أسرية أو من القضايا حتى القضايا الجنائية، يرجع فيها إلى هيئة الخبراء الموجودة في المحاكم. المحكم والمحامي في لبس من واقع ممارستي للتحكيم، أرى أن أحيانا الشخص الذي يرشح من أحد الأطراف يظن أنه أصبح محاميا فيتعاطف كثيرا ويدافع كثيرا عن وجهة نظري من رشحه، ولذلك المحامي هنا أقول هنا شخص ينوب عن غيره ليدافع عن وجهة نظره، أما المحكم مطلوب من يفصل في النزاع ليس له علاقة، مجرد أن يرشح للتحكيم هو الآن أصبح هيئة قضائية منفصلة تماما عن رأي من رشحه، بخلاف المحامي الذي يسعى لمساعدة من وكله في الوصول إلى الحق. الوكيل يعمل تحت توجيه من وكله، والمحكم يعمل باستقلال يعني يتحمل عبارته، فهو شوف منسوب التصرفات الوكيل هو نائب ومنسوبة إلى الموكل، أما المحكم فيتحملها بنفسه عبارته وكلامه وتصرفاته لنفسه. الوكيل ينعزل بقرار من الوكيل، والمحكم لا ينعزل إلا باتفاق الأطراف وبقرار من القاضي. مزايا التحكيم،
السرعة في فصل النزاع، وهي دائما تقال تلافي الأثار السيئة للتقاضي، القاضي القضاء نهايته وفي التنازع وفي الشحنة، أما التحكيم فيحل إشكالات كثيرة، وبخاصة إذا كان بين الأقارب أو مثلا بين شركاء ويرغبون الشركاء المواصلة، فتجد ملجأهم إلى التحكيم وتجدهم في أمام هيئة التحكيم وهم لا، وأيضا لا يزال العمل قائما بين الشركاء أو الوكلاء وكيل شركة، واختيار محكمين متخصصين في ذات النزاع بخلاف القضاء، لأنك تختار في القضايا الهندسية محكم مثلا مهندس، وفي القضايا الطبية يشارك قضية طبيب، وهذه ميزة للتحكيم، حرية الاختيار في الشخص، الشخص بعينه تختاره، أو حتى المذهب الفقهي الذي تريده وتحدده في اتفاق التحكيم، أو حتى في المكان، مكان التحكيم يكون في الغرفة التجارية مثلا في الفندق الفلاني، في مكان ملائم جدا للتحكيم، أو قر وأبعد عن لجج والخصومة والأماكن القضاء. الطمأنينة المستقبل التجاري، هذه مفيدة للشركات التي تأتي من الخارج، لا تدري ماذا سيجري في القضاء، فتلجأ إلى التحكيم واتفاق التحكيم وتحدد القانون، وبالتالي تطمئن إلى مستقبلها التجاري. مخرج شرعي، هذا مخرج شرعي في الأقليات المسلمة خارج المملكة، خارج البلاد الإسلامية، يلجؤون إلى التحكيم وفق الشريعة الإسلامية ثم يصدق الحكم، أما حتى كي يتفادوا التحاكم أمام قانون غير شرعي أو غير إسلامي. شرط التحكيم ومشارطته، هذه نصت عليها اللائحة الجديدة أو النظام الجديد، والشرط هو فقرة من فقرات العقد التجاري، أما مشارطة التحكيم فيها جديدة، بعد ما يظهر النزاع يتفقون فيما بينهم ويعدون عقدا مستقلا هدفه وغايته إجراء التحكيم. استقلال شرط التحكيم، هذه نصت مادة عليها 21، وهذه من ميزات حقيقة النظام الجديد، النظام القديم ما كان فيه شيء يتحدث عن هذا، فكانت محل نزاع. هذه المادة هذه نصها يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو إنهاء بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته، يعني إذا كان هذا شرط التحكيم صدر، إذا كان هذا العقد صحيح فالشرط ولو انتهى العقد أو ألغوه أو فسخوه أو أي تعرض لأي شيء من البطلان، فشرط التحكيم صحيح إلا إذا كان سبب البطلان يصل إلى الشرط، مثل لو كان العقد تحت إكراه أو الذي عقد العقد صبي، فإنه يصل حتى إلى الشرط ويبطله. شروط المحكم، هذه طبعا الشروط التي نص عليها النظام الجديد، هذه أن يكون كامل أهلية، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى كما أدري عدم اكتفي، توفر هذه الشرط في رئيسها. في شروط أخرى أيضا إضافية، النظام جعل لأطراف النزاع أن يتفقوا على شروط معينة، وإذا نصوا عليها وجب على القاضي أن يلتزم بهذه الشروط، أيا كانت عاد هذه الشروط، أحيانا غالبا أو قد تكون شروطا تخصصية في مجال النظام. هذا مجال التحكيم، لاحظ كل تحكيم تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية. ثم جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة ونص على الاستثناء، استثنى أمرين، الأحوال الشخصية والأمور القضايا التي لا يجوز فيها الصلح، وطبعا يدخل فيها النظام العام، ما يمس النظام العام يدخل فيه لا يجوز فيه الصلح، أي شيء من قضايا النظام العام ما يجوز فيها الصلح، وبالتالي لا يجوز فيها التحكيم. المادة 15 نصت على تعيين اتفاقي من قبل طرفي التحكيم، ونصت وإذا تأخر أحد الأطراف أو كلا الأطراف تأخر تدخل القاضي ويسمى التعيين القضائي من قبل المحكمة المختصة، سواء كان التعيين للمحكم أو الرئيس. وإجراء التحكيم، هذه نصت على المراسلة، لاحظوا بدأت المادة الأولى بكلمة يرسل، والمادة الثانية والفقرة الثانية من هذه المادة أيضا بدأت بكلمة يرسل، فكأنها أتاحت التحكيم عن طريق أيضا أن لا يجتمعوا في مكان معين، وإنما يكفي أن يرسل وهذا يرسل، هذا يرسل وهذا يرسل، ويزود جميع الأطراف بالصور، سواء رئيس التحكيم أو أعضاء التحكيم أو أطراف التحكيم الأخرى يزودون عن طريق تبادل المذكرات. هذه المادة أيضا أكدت، هذه المادة أكدت على ذلك، فهذا نص المادة، تعقد هيئة التحكيم ثم قال في نهايتها ولها الاكتفاء بتقديم مذكرات الوثائق المكتوبة، ليس يعني هذا يتيح أيضا لو يكون واحد محكم من خارج المملكة واحد محكم من داخل المملكة،
أو بالعكس صح التحكيم ولو عن طريق تبادل المذكرات حتى عن طريق التقنية ما دامت موثقة تكفي. لهذا هذه من ما يعني جاءت صريحة في هذا النظام الجديد. الحد الأقصى المتاح لإصدار الحكم التحكيمي 12 شهر، هذا نص عليه النظام، وتمدد بحد أقصى 6 شهور، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة إلا إذا وافق أطراف التحكيم. وتعرفون الآن قضايا التحكيم بعضها يجلس سنوات، بل يمكن بعضها تجلس أكثر من 10 سنوات. اطلعت على بعض القضايا تجاوزت 10 سنوات في نظام التحكيم السابق. هذا حكم التحكيم، هذه أيضا هذه ميزة من ميزات التحكيم. لا يقبل التحكيم أحكام التحكيم تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طرق من طرق الطعن إلا البطلان فقط إذا بطل لوجود خلل نظامي. أما ما عدا ذلك القاضي لا يتدخل القاضي في وقائع وموضوع النزاع. مثل ما وضعتها بأحمر، كان في السابق تعرفون يا إخوان أنا كان التحكيم درجة سفلية من درجات التقاضي. كان التقاضي 3 درجات، جاء القضاء أو درجتين ثم جاء التحكيم في نظامه السابق فوضع درجة سفلية يبدأ بها الشخص، وصارت فرصة لمن يحب إطالة النزاع يذهب إلى التحكيم عن طريق نظام التحكيم السعودي، فصار فيه فرصة له للمماطلة لمدة عام أو عامين للتحكيم، ثم بعد ذلك تذهب إلى القاضي للمرافعة، ثم تذهب إلى الاستئناف للمرافعة مرة أخرى أو للنظر فيها مرة أخرى حسب الإجراءات. فالآن هذا حسم النزاع، وأصبح الآن حكم التحكيم ممكن ينتهي خلال شهر ممكن ينتهي النزاع، لأن هيئة مفرغة وتبت في النزاع، وإذا انتهى القرار فورا الجهات التنفيذية شهر فقط للطعن، وبعدها يعطى الصبغة التنفيذية. هذا متطلبات تنفيذ حكم محكم في نظام التحكيم السعودي. ذكر 4 نقاط، وأنا أسرعت جدا لأني أنا كنت قدامي الساعة وزودت دقيقتين على الذي أتيح لي، وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور زيد على هذا الإيضاح القيم لموضوع التحكيم وما يتعلق به من أحكام. وإن شاء الله سنستقبل أسئلة بعد انتهاء المتحدثين في مواضيعهم. فبالنسبة للإخوة والأخوات، من لدي أي استفسار سيكون إن شاء الله بعد انتهاء تقديم الأوراق. الورقة الثانية من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الصقيف، فليتفضل عن الوساطة والتوفيق، وعشر دقائق إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد. ربما من محاسن الصدف أنه أول يوم لي في العمل القضائي التقيت فيه بالشيخ إبراهيم في محكمة الدمام، وأول رحلة قضائية كانت لأمريكا قبل 7 سنوات كان الشيخ إبراهيم هو الذي يرأس الوفد القضائي، وأول مشاركة لي بين يدي مشايخي يرأس الشيخ إبراهيم هي الجلسة. هذه مصادفة الشيخ إبراهيم فقط، وهذا من حسن الحظ، وهذا يذكرني دائما بأن كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن العهد من الإيمان، فيعني أن أعترف بأنني اليوم خجل ووجل من الحديث بين يدي مشايخي إلا كحديث من يستعرض المعلومة بين يدي الأستاذ رجاء أن يصوبه، وأنا صادق ولا أبالغ. إذا كان في الحضور معالي الشيخ محمد دوسي ومعالي الشيخ عبد الله بن خنين وهو مناقشي في الدكتوراه ومشايخي جميعا أصحاب الفضيلة القضاة جميعا، فيعني من الأدب ألا أتحدث بين يديهم. توجد ورقة مضمنة ضمن الملف أعدت على عجل، سأتركها، سأتجاوز ما ورد فيها أو ما ورد في أوراق المشايخ الأفاضل. أيضا أستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد المرزوقي تحدث عن التفريق بدقة بين الوساطة والتوفيق والتحكيم والصلح، وبين كل مصطلح. سأتجاوز كل هذه التفاصيل الوايدة لأنها بين يديكم وبإمكانكم الوقوف عليها للحديث عن مسائل والتفكير بصوت مسموع ليس أكثر، وليس هو عرض لا لتنظيم قائم ولا أيضا عرض لفوائد أو مسائل، إنما هو عرض للتفكير يرتبط بآلية النهوض بالوساطة والتوفيق. كيف يمكن أن ننهض بها بعد أن نعترف طبعا بفضلها وما تحققه من عشرات الفوائد المرتبطة ببراءة الذمم ودوام المحبة واستمرارها، انقضاء الخصومة، ذهاب المشاحنات، انخفاض القضايا لدى القضاء، السرعة، تشجيع دورة الاقتصاد داخل المجتمع، انتظام هذا العمل، سمعة التاجر
ذاتها، أشياء كثيرة، حفظ حق الشركاء، والنبي صلى الله جاء في بعض الآثار بيان مرتبة الشريك ووجوب الوفاء له، وقد دخلوا بالمحبة في الابتداء، وكان عليهم أن يحافظوا على هذا القدر الذي كان بينهم. كل هذه الفوائد وغيرها مما لا يمكن أن يحصر في هذا المقام تحفزنا لأن نفكر بالآلية التي تجعل التوفيق والمصالحة هي الخيار الأول. يجب أن نستبدل استخدام مصطلح الوسائل البديلة لفض النزاعات، لأن نقول، وهذه موجودة لدى بعض الكتاب في الخارج، الوسائل المفضلة لفض النزاعات. يجب أن نتحول لأن تكون هي المفضلة لدى الناس ولدى المتنازعين، لسرعتها، لدقة إجراءاتها، لتحقيقها لمقصد الجميع. ولن يتحقق هذا إلا من خلال منظومة من الأشياء التي ستؤثر عليها. أذكرها على وجه سريع، ويعني هي أفكار من عفو الخاطر. أتصور أن أول ما يكون هي البيئة التشريعية ذاتها. إذا كانت البيئة التشريعية تساعد على هذا في أوجه كثيرة، يعني إذا أتحدث مثلا عن تجربة في محكمة في باريس، مثلا المحكمة التجارية في فرنسا، تلاحظ في مدخل المحكمة يوجد جهاز بسنتات بسيطة تستطيع أن تكشف سجل التاجر وتعرف كل ما لديه. ارتباط السجل بقلم المحكمة داخل المحاكم التجارية في فرنسا جعلت التاجر يحافظ على سمعته ولا يقبل أن يحكم عليه، وقد يتفادى الدخول في المخاصمات من أجل أنه يعرف أن سجله التجاري مكشوف. وهذا واحد من صور وجود تشريعات تدعم وتحفز هذا الجانب. أيضا تصوروا ما يتعلق بدقة، لو وجد تنظيم، نحن نتحدث وزارة العدل تعلن أن 60% في محاكمها، وبطريقة أيضا لا يوجد لديها تنظيم، يعني نظام صادر، ومع ذلك تحقق 60% من الفصل في عدد من القضايا، حتى في الأحوال، في القضايا المدنية. وإحنا لازم نعرف أن قضايا الأحوال الشخصية هي أشد خطرا، حتى لأن الولد اليوم عمره سنة، بعد 10 سنوات 20 سنة سينظر إلى صك الحضانة الذي انتزع به الأب الحضانة من الأم إليه بعد أن أثبت فساد الأم، فنحن سنضر به ذاته. ولهذا فحديثنا عن الوسائل البديلة لا يتعلق فقط بالتجارة، ونحن اليوم في محضن رجال الأعمال ويجب أن ننتصر لهم، لكن نقول أنه يمتد من التجار إلى قضايا الأسرة، إلى جميع القضايا. ستتحول عندما يعني توجد تشريعات تضمن السرعة، تضمن دقة الإجراءات، تضمن. في بعض دول العالم هناك رسوم على من يتخلف عندما تختار الوساطة والتوفيق، في المغرب والأردن هناك رسوم عندما تختارها فتخلفك يوجب دفع هذه المصاريف. هناك تنظيمات دقيقة، القاضي في الأردن لا يجوز له كقاضي صلح أن ينظر القضية في الموضوع، وهذا يمكن الناس من أن، وكثير من الناس عنده مشكلة في الإدراك. يعني إذا كان فضيلة أستاذنا الدكتور زيد يقول أنه بعض المحكمين يتصور أنه وكيل، وهذا وارد، وأنا كنت في قضية تحكيم، ويحضر الوكيل مع صاحب الدعوة والوكيل مع المحكم سويا ويدافع عنه، يتصور، وإذا كان هذا التصور عند النخب فكيف عند غيرهم؟ كثير من الناس يتصور أن مصالحته هي دليل ضعفه، لهذا يجب أن يوعى الناس ويعرفون أن المصالحة هي مصدر قوة وهي دليل قوة، ولا بد أن نحفزهم. يعرف الناس أن الصلح قد يكون على إنكار، يعرف الناس أنه أنا ضمنت إجراءات، أنه قاضي الصلح أو ناظر الصلح أو وصولا إلى المؤسساتية في الصلح، توجد في سنغافورة مؤسسات وقد يعني واجهناها، كتب لي يعني عشرات الزيارات لدول العالم للاطلاع على التجارب القضائية في سنغافورة، توجد مؤسسات مستقلة للوساطة والتوفيق لها رسوم محددة وآلية عمل محددة ومدد محددة. متى ما تطور التشريع وصولا إلى هذا، بل الأمر أكبر من هذا، يختار الأطراف من يخوض الوساطة والتوفيق كما يختارون الخبير إذا توافقوا عليه. هناك إجراءات واضحة نمكن الناس، لدينا 20 شركة للوساطة والتوفيق تملك فنون مفاوضة عالية، تملك متخصصين ذو جودة عالية، إدراك البيئة التشريعية أيضا كيف تخدم عندما تتضح السابقة القضائية وتنشر، أو يكون لدينا تدوين أي واحد منهما. أنا أساعد المفاوض أن يقول هذه القضية ستؤول في الغالب إلى هذا، مع مهاراته في المفاوضة وإدراكه وأيضا معلوماته في الجانب الشرعي. هذا في الشق التشريعي.
في شق الثقافة بالصلح. نحن مسلمون نفخر بأن دين الإسلام حث على الصلح وعلى من شأن وجعله من خير النجوى وجعله من خير العمل الذي يصطبح به المسلم ويفتتح به يومه. كل هذه المعاني يجب أن تعكس لتكون لها أثرها، لتكون المصالحة والتوفيق هي أعظم سبيل عبر طبعا يعني هذا الوعي الذي ننشره في الناس، ووصولا إلى إحداث التصورات الصحيحة أن الإنسان قد يصالح على إنكار وغير ذلك مما يعرفه مشايخي، ولا أحب الإفاضة فيه. لكن دائما الثقافة والبيئة لها أثرها. إذا سنغافورة 90% تنتهي عبر الوساطة، وفي أمريكا 90، كل واحدة وفق بيئتها. في سنغافورة بسبب البيئة المنتظمة الواضحة، في أمريكا البيئة وأيضا المصاريف العالية التي تدعو الناس للبعد عنها. في الأردن 60% وهي بيئة قريبة منا. نحن أيضا نملك هذا ونملك أكثر من خلال الوعي بأهميتها وكونها بديلا نافذا يمكن سلوكه. أيضا يعني مما يساعد فيها ويعني يسهم في نجاح هذه العملية أن يتم إسنادها للأكفاء وللمتخصصين، أن لا يكون إسناد هذا لمن يعني ربما يتعثر داخل الدائرة القضائية فيكون موظف يبعد إلى مكتب الصلح ليكون بعيدا عن عين القاضي مثلا، بل يجب أن تكون لأناس يملكون فنون عالية من المفاوضة، يملكون دقة عالية في الصياغة، لكي ننفي حتى وقوع الإشكال بعد إتمام حالة المصالحة أو الموافقة بحسب ما تكون، ننفي حالة وقوع الخطأ. يعرف من يجري المصالحة أو المفاوضة أو التوفيق ما يجوز فيه المصالحة، يعرف كيف يصوغها، يعرف كيف يسلك المسلك النافي للجهالة الذي يحسم النزاع وينهي مادته ولا يكون سببا أيضا في تعثر هذا في بقاء هذا النزاع أو استمراره. الواقع يشهد، وفي محكمة الدمام أتذكر هذا قبل 7 أو 8 سنوات، أن الناس قريبة من الصلح من المصالحة والموافقة. ويمكن الشيخ إبراهيم يتذكر واحدة من القضايانا في القضاء في التجاري في الدمام، انتهت قضية بعد الدخول، يعني كان الجميع يتوقع وهي قضية عائلية أنه لا يمكن أن تحل، لكن بمجرد أن يعني أراد الجميع إصلاحا وتم السعي في الصلح وكان الصلح أيضا يحقق مصلحة الجميع انحسم النزاع. ولم ينحسم النزاع في المحكمة فقط، انحسم النزاع في 7 محاكم وبعضها محاكم خارج المملكة. كان ثمة نزاعات في محكمة في سويسرا وانحل النزاع، تصالحوا في وثيقة الصلح على كل شيء بما ينهي حتى النزاع خارج المملكة. فنحن نتحدث عن أمر يعني يفيض ويستمر خيره ونفعه على أشكال كثيرة، والأمور أيضا تبين بأضدادها. بالضد، كل مشايخنا يشهدون أن القضية تبدأ واحدة خصوصا في النزاعات العائلية ثم تصبح 7 10 وتتكاثر بشكل كبير، دعوة عزل، دعوة حراسة، دعوة، وهذا مشهود ومعلوم. والقضاء عليها، لأنك عندما تحسم في الأولى فستنشأ الثانية ثم ستنشأ الثالثة ثم ستنشأ دعوة تفسير ثم ستنشأ وهكذا. ولكن المصالحة والتوفيق هي تحسم هذا الموضوع. ربما البعض يقول أن في حديثي ارتباكا بين المصالحة والتوفيق والوساطة، فض النزاع بينها أستاذنا الدكتور محمد المرزوقي. وأهم من هذا أنه في كل بيئة تشريعية تستخدم هذه المصطلحات بشكل مختلف، ونحن في المملكة لا يوجد تنظيم يخصها إلا مشروع طبعا مرفوع من وزارة العدل تحت مشروع تنظيم مركز المصالحة السعودي، لكن حاليا هذه المصطلحات لا مشاحة فيها وتستخدم باعتبارات متنوعة، والعبرة هو تحقيق المقصود وأيضا وصولا طبعا إلى أن يتحول هذا إلى واقع مشهود. أيضا من الحقيقة مما يمكن الإشارة إليه هنا أن استلهام هذه التجارب الناجحة والإفادة منها سيكون له أثر كبير. دراسة هذه التجارب، ما هي الآثار التي يعني ما هي الأسباب التي جعلت هذه التجارب تنجح؟ الإفادة من كل خبير. عندما نخوض المصالحة والتوفيق عبر عمل مؤسساتي، فنحن في نزاعات البنوك سنستفيد من مدراء البنوك من المتخصصين لفض هذه النزاعات وهم أقدر على حل تفاصيلها، وفي قضايا التأمين وفي القضايا التجارية وفي قضايا الشركات. اليوم في المحاكم الفرنسية الابتدائية كلنا نعرف أن الذي يفصل في النزاعات هم تجار متقاعدون، هذا سلم وعرف
موجود من عهود طويلة، والمملكة أيضا كان فيها شيء من هذا، والإسلام طبعا يراعي هذا المعنى، يأمر بالأخذ بالعرف فاسأل به خبيرا، وكانت هيئة حسم المنازعات مسندة إلى تجار. توقف يا شيخنا. والحقيقة يعني كثيرا ما يقال في الختام أنه أحيانا أنه يعني صلح أحيانا سيء كما يقال خير أحيانا من قضية ناجحة. البعض يعبر بهذا المصطلح لأنه كثيرا ما يكون هذا الصلح له آثاره الإيجابية. الشيخ يعني يعطيني مزيد من الدقائق، مشكورا. لأنه كثيرا ما يكون الصلح سببا لحسم النزاعات، لدوام المودة ونجاح القضية، خصوصا ونحن اليوم نشهد ما يسمى بموت المؤسس في الشركات. نحن نشهد الجيل الثالث في الشركات العائلية، وأصبحت هناك نزاعات مستفحلة جدا وشديدة الاستفحال. حسمها عبر النزاعات، عبر يعني بقوة القضاء، هو خيار يجب أن يكون ليس الخيار الأول. يجب أن تكون المصالحة والتوفيق التي تنعكس آثارها على كل أفراد هذه العائلة، سواء كانت في شركة عائلية أو في شركة عائلية بقصد بها في القضايا الأسرية أو حتى في سائر النزاعات. يجب أن نسلك هذا المسلك سعيا منا لتحقيق النجاح، لأنه دائما يعني كسب القضية في المشهد الحاضر في الواقعة بعينها هو لا يعني كسب الموقف بالكامل، لأنه ثمة زوايا أخرى قد تخرج على من كسب هذه القضية اليوم. والماهر في إدارة فنون المفاوضة هو ممكن من الخلوة بكل طرف، وهو لأنه مستقل عن المحكمة مثلا في بعض دول العالم بإمكانه أن يكشف الواقع ويبين المركز القانوني للمتقدم. أنت مركزك القانوني غالبا ستخسر الدعوة، وأنت والسوابق القضائية تدل على هذا، ويبين وهو مؤتمن على هذا طبعا قبل هذا. فمثل هذا التبيين لمركزه القانوني وكشف واقعه سيؤول بالكثيرين لأن يسلكوا مسلك المصالحة، ومن ثم تحقيق ما نتغياه ونقصده. أتوقف إن شاء الله، ولعل في ما يثيره مشايخنا يعني محل المناقشة. شكرا فضيلة الشيخ، صلى الله وسلم على محمد. اللهم صل. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الصقيع على هذا التوضيح لمسألة الوساطة والتوفيق، وما أشار إليه إلى الحاجة إلى الوعي في هذه الوسائل واستخدامها. ننتقل الآن إلى سعادة الدكتور يوسف عبد اللطيف الجبر، المحامي المعروف في ورقته الصلح، فليتفضل 10 دقائق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم من أعماق المحبة والمودة والاحترام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قديما قال المتنبي: وذكي رائحة الرياض كلامها تبغي الثناء على الحياة فتفوح. فأشكر أصحاب الفضيلة في ديوان المظالم وأصحاب السعادة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على هذا الحراك الحقوقي الذي يعزز من قيمة العدالة في مجتمعاتنا وينشر عبيرها ويحيي أرض الحوار البناء حول القضاء. وقد قال شاعر آخر: إن البقاع إذا استسر بها الندى أنس النبات بها وطاب المربع. فكيف إذا كانت هذه البقاع بقاع القضاء التي نعدها صمام الأمان في البلاد والسد العالي أمام طوفان الفساد. نحمد الله تعالى على وجود هذا الاهتمام الرسمي والشعبي بتطوير منظومة القضاء ودعم أدائها. يسعدني أيها المشايخ الفضلاء الأخوة الأعزاء في هذا اليوم أن أتحدث عن موضوع محبب إلى النفوس، نحن نعشق حروفه، وما ذلك إلا لأن الصلح مبدأ شرعي قد أكدت نصوص الشرع على أهميته، كما أنه مفهوم اجتماعي قديم، وقد كان القضاء في الماضي قبل أن تأتي الشرائع السماوية كان تحكيميا تصالحيا. ولو قلبنا صفحات الأدب لوجدنا أن الشعراء كانوا يشيدون بمواقف الصلح والمصلحين، وما ذلك إلا لما رأوا
من بركات الصلح وآثاره ومكاسبه الإيجابية على المجتمعات. عرف جمهور الفقهاء هذا المفهوم، مفهوم الصلح، بأنه معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين. وبعض الفقهاء اتجهوا اتجاها آخر لزيادة في هذا التعريف أو هذا المفهوم، فأضافوا خوف الوقوع، أي كما قال ابن الجيم والسيوطي أن الصلح معاقدة يتوصل بها إلى رفع نزاع أو دفعه، فالرفع لما وقع والدفع لما لم يقع. وهناك في الأنظمة في بعض الدول العربية والإسلامية هناك تعريف لهذا الصلح بأنه عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيا به نزاعا، وذلك بأن يتنازل كل واحد منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه. هذه التعريفات تظهر لنا الصلح أو خارطة الصلح، فهو عقد تلتقي فيه إرادتان، هو حاسم للنزاع، هناك تراض بين طرفي النزاع، هناك عوض أو بتعبير حديث تنازل متبادل من المتعاقدين أو المتعاقدين. الصلح يحتل مساحة رحبة في فؤاد الشريعة الإسلامية كما اهتمت به أنظمة الدول بشكل عام. نجد في القرآن الكريم جملة من النصوص التي تؤكد على مشروعية الصلح، كقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم يشير الله عز وجل إلى الجزاء: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الصلح ومشروعيته، فقال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد تأخر المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما عن الصلاة بقباء لأنه كان يصلح بين حيين من بني عوف. أهمية الصلح تتضح في مكاسب عدة، فهو يوجد الحلول السريعة للنزاعات وينهي الخصومة بصفة نهائية، ويرتاح المتنازعان لهذا الحل الصلحي، كما أنه يحد من تكاليف الخصومة ويحقق انعكاسا إيجابيا على المعاملات الاقتصادية، وينهي دابر الخصومة بين المتخاصمين، وكما قال الفاروق رضي الله عنه: رد الخصومة حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس. هناك تنظيم أعلن عنه معالي وزير العدل قريبا، أن وهو نظام التوفيق والمصالحة سوف يعمم على المحاكم الشرعية. هذا النظام تدارسته دول مجلس التعاون، وهناك بعض الدول طبعا سبقت ربما إلى تقنين هذا النظام، فنجد مثلا في الإمارات هناك مركز التسوية الودية المنازعات في محاكم دبي، يطلق ما بين الفترة والأخرى حملات، وهذا ما نحتاج حقيقة في مملكتنا عبر الغرف التجارية أو عبر الجهات القضائية، أن نعمل مبادرات لنشر ثقافة الصلح والتسويات الودية بين الناس. في سلطنة عمان هناك تجربة ناجحة نتمنى أن نستفيد منها، فهناك قانون توفيق مصالحة له أكثر من 6 سنوات، بلغت عدد لجانه حتى العام الماضي 49 لجنة، استطاعت في العام الماضي فقط أن تنهي حوالي نسبة 44% من إجمالي القضايا المنظورة في 3 موضوعات، سواء الأحوال الشخصية أو المدنية أو التجارية، بمعنى أن الصلح يستطيع أن يخفف من العبء على القضاة الكرام في محاكمنا. هذا الاهتمام والنجاح في أو الاهتمام بنظام التوفيق والمصالحة لم يأتي من فراغ، بل إن هذا مطلب حقيقة لدى الجمهور، فالكل يتمنى، حتى أصحاب الفضيلة في القضاء قد يعانون من كثرة القضايا وعدد السكان يزيد وكثرة والمشاكل تزيد مع مرور الأيام، فاللجوء إلى هذه الحلول الودية يخفف العبء عن القضاء وعن الخصوم وينشر ثقافة السلم الاجتماعي بين الناس. في المنازعات التجارية عندما دخل العالم عصر الثورة المعرفية وانتشرت الاتصالات الرقمية وتطورت الصناعات، أثمر ذلك عن شيوع التجارة الإلكترونية وارتفاع حجم المبادلات التجارية وانفتحت الأسواق، وهذا بلا شك أدى إلى ازدياد المنازعات التجارية وامتلاء ساحات القضاء بأطنان من الدعاوى. فهنا تجلت فكرة أو ظهرت أهمية الوسائل البديلة للتقاضي في حل المنازعات التجارية. هذا يعني الأمر في عموم العالم وليس في بلد واحد.
هذا الصلح يمكن أن يتخذ شكلين. الشكل الأول وهو شرط اللجوء إلى الصلح عندما يوقع عليه أو يضمن بندا من بنود الصلح، ولكن يؤخذ حقيقة على ما نقرأه في العقود التجارية الصياغة الضعيفة، فيشار مثلا بعبارة مختصرة أنه إذا حصل نزاع بين الطرفين فيلجأ إلى الصلح، فإن لم يحقق نتيجة فيكون اللجوء إلى المحاكم المحلية. هذا الطرح أو هذا الطرق بهذه الصياغة المختصرة حقيقة هو تقليل من قيمة الصلح، والمفترض أن يكون هناك يعني حديث وعبارات رحبة وأوسع لتأكيد أهمية الصلح ووضع آلية له وتقنين له، حتى يعرف الجميع المتنازعين في القضايا التجارية أو غيرها أهمية هذه الوسيلة التي أكدت عليها شريعتنا الإسلامية. يمكن أن يكون الصلح بعد ذلك حلا يطرحه طرف النزاع أو وسيط بينهما في أي مرحلة من مراحل النزاع. شروط الصلح قد تحدث عنها الفقهاء بإسهاب، فالصيغة يتحدثون هنا عن شرط الإيجاب والقبول. بالنسبة للعاقدين ذكروا الأهلية في العقد والتراضي من الطرفين. بالنسبة لعرض الصلح فقالوا لابد من شرط عدم تبين الحق في القضية، لأن بعض الأشخاص قد يطرح عليه الصلح ولكن لا يعلم أن القضية لصالحه وأنه صاحب الحق، وأن الطرف الآخر على باطل، يعني يظهر له أن القضاء لم تتضح له هذه الأمور، فربما تنازل عن غير رضا. فلذلك الفقهاء أكدوا إنما يعني يندب إلى الصلح إذا لم يتبين أن الحق لأحدهما، فإن تبين أنفذ الحكم لصالح المحق أو عرض على صاحب الحق أن يتنازل لوجه الله تعالى. هناك أيضا شروط أخرى تتعلق بالمصالح عنه أو بالمصالح به أو بمدة المصالحة، وجدت في كتب الفقه بتفصيلات جيدة. حتى يتم مشروع الصلح فلا بد أن نعلم أهمية دور المصلح في هذا العقد. فالمصلح وهو عنصر محايد يعني قد يختاره الطرفان أو أحد موظفي المحكمة في لجنة التوفيق والمصالحة، أو يختاره صاحب الفضيلة القاضي في مجلس القضاء، فيبدأ بمشروع الصلح بأن يسمع وجهة نظر الطرفين ويعمل على خلق جو اجتماعي يقترب فيه الطرفان من بيئة التسامح والعفو والتنازل. وعلينا نحن المحامين حقيقة أيضا دور في تسهيل إتمام الصلح بين طرفي النزاع، عندما نتجرد حقيقة من حظوظنا أو التفكير في الأمور المادية ونسعى إلى ابتغاء الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالصلح لا يمكن أن يتم إلا في ظل وجود الإرادة الصادقة، كما قال المتنبي قديما إنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. أحيانا صاحب الفضيلة القاضي يعرض الصلح على الوكلاء أو على المحامين أو على طرفي النزاع، فتجد استجابة باردة وهزل الرؤوس ولكنها لا تلمس المشاعر الكامنة في الأعماق، وهذا خطأ كبير. هذا الصلح مفهوم شرعي وهو عبادة، فلا بد عندما نسمع هذه العبارة أن نتحرك بصدق، لعل الله عز وجل أن يبارك في الجهود. حتى ينجح المصلح في مشروع الصلح فهو بحاجة إلى مهارات، فليس كل إنسان يستطيع أن يكون مصلحا، وهذا خطأ انتشر بين الناس أننا نختار مصلحين أيا كانت مهاراتهم، وهذا خطأ. أيا كانت مهاراتهم الواجب أن يكون المصلح متمتعا بمهارات متميزة. حتى الآن في هناك كتب متخصصة تستعرض مهارات المصلح، لابد أن يكون ملما بإدارة النزاع، تقنيات التفاوض، لديه مهارات الحوار، يستطيع أن يتعرف على الجوانب النفسية، والمهم قبل ذلك كله ملم بالأمور الشرعية والقضائية. مشروع الصلح أيها الإخوة الأعزاء المشايخ الفضلاء ينتهي بوثيقة الصلح، فهي المرحلة الأخيرة من أي عملية صلح ناجحة، حيث يسجل فيها المصلح كتابة الحل أو يكتب الحل الذي توصل إليه أطراف النزاع، وتحمل هذه الوثيقة توقيعات الطرفين والمصلح بينهما، ويخضع هذا العقد لأجل صحته وريان آثاره لقواعد النظام المتبع في الدولة. يراجع فضيلة القاضي هذا الصلح ويتأكد من موافقته لقواعد الشرع ولمبادئ النظام قبل أن يقره. مما ينفر من الصلح في وقتنا المعاصر هو ما وجد من ممارسة خاطئة للصلح، فهناك مفهوم حقيقة ضيق جدا ونظرة قاصرة، فعندما يطرح موضوع الصلح يتخيل من يطلب منه أن يتنازل أن الصلح هو أن أتنازل عن جزء من الحق الذي لي، وأن أعطي الطرف الآخر المدين مهلة أو فترة زمنية،
يعني هنا حصرنا مفهوم الصلح، والحقيقة أن الصلح هو تنازل من قبل الطرفين. الصلح مشروع لابد أن يكون فيه تنازل من قبل الطرفين وليس من طرف واحد. فمفهوم الصلح يقوم على مبدأ التنازل المتبادل، وهو أرض رحبة يمكن التحرك فيها بكل أريحية، وأن نتفاوض في أجواء تظلها سحابة القيم الشرعية والمنظومة الأخلاقية. حتى ينجح الصلح فهناك عدة ضمانات لابد أن نوجدها. أولها إحالة المحارم، الدعاوى التجارية للجان التوفيق والمصالحة قبل نظرها، وهو ما نص عليه نظام التوفيق والمصالحة، أنه على فضيلة صاحب الفضيلة القاضي أن يحيل الدعوى إلى لجنة التوفيق والمصالحة بشكل إلزامي قبل أن ينظرها قضاء. لابد من تحديد مدة إتمام الصلح وعدم استغلال إجراءات الصلح في إدانة أي طرف أو الاحتجاج عليه، وهذا حقيقة حصل في سوابق عديدة أن البعض يستدرج الطرف الآخر في موضوع الصلح حتى يسجل عليه مثلا إقرارا أو كلمة أو عبارة ثم يحتج بها عندما يرفض أو لا ينجح مشروع الصلح. من المهم أيضا وضع شروط جزائية حال عدم الالتزام به، فبعض الأشخاص يتنازل عن حقه أو عن المبلغ الذي يطالب به ثم يتفاجأ عند حلول المدة المحددة للتسليم أن الطرف الآخر لا يسلم ولا يلتزم بهذا العهد، فمن المتعين حقيقة أن توضع شروط جزائية حسب ما يدرسه أو ما يراه القضاء، بل ربما ممكن نضع بعض العقوبات، يدرس هذا الأمر حتى يكون صك الصلح له مهابة وله احترام في نفوس المتصالحين. بإمكاننا أن نضع شرط التحكيم حال عدم إتمام الصلح، وأيضا لابد من الرقابة القضائية على الصلح، فلابد أن يشرف فضيلة القاضي على مراحل الصلح وأن يوجه المصلحين التوجيهات المناسبة، فلا يكفي أن يقول والله اذهبوا مثلا وحاولوا تصلحوا حتى موعد الجلسة القادمة، لابد أن يضع لهم معالم ويحاول أن يقرب وجهات النظر، فهذه التوجيهات القيمة ستكون ضمانة بإذن الله لنجاح مبادرة الصلح. من المهم أيضا وضع آلية لتطبيق الصلح ومراقبة تنفيذه من قبل السلطات التنفيذية، فبعض أحكام الصلح تكون نظرية وغير حاسمة للنزاع، ويمكن أن تعود المعاملات مرارا للمحاكم دون فائدة ودون جدوى. في الختام أشير إلى أهم التوصيات في هذا الموضوع، فأؤيد المبادرة إلى إنشاء لجان التوفيق والمصالحة في جميع المحاكم بدلا أو نقول بخط موازي للجان إصلاح ذات البين التي اقتصرت على القضايا الأسرية. بودنا لجان توفيق مصالحة تأخذ جميع القضايا ومنها القضايا التجارية والجزائية أو القضايا الأسرية، وأن تدعم هذه اللجان بالكوادر المتخصصة والكافية. نؤكد أيضا على تعجيل إصدار نظام التوفيق والمصالحة كما أعلن عنه المسؤولون، أيضا تأهيل مؤسسات وأشخاص للقيام بأعمال الوسائل البديلة للتقاضي، فلابد من إنشاء مراكز متخصصة في كل منطقة تدرب الناس على هذه الوسائل وكيف يقومون بأعمال الوساطة والتوفيق والصلح بين الناس. لابد أن نسعى جميعا ونتعاون إلى نشر وترسيخ ثقافة التوفيق والمصالحة نظريا وممارسة، عملا بقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ولا شك أن الصلح من البر والتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادة دكتور يوسف الجبر على استعراض ورقته الصلح، وننتقل من قراءة الأوراق إلى مرحلة الأسئلة والنقاش، ونبدأ مع فضيلة الدكتور الشيخ زيد حول التحكيم، وسيخصص 3 أسئلة لفضيلته، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فضيلة الدكتور أحمد، وستكون هناك 3 أسئلة أيضا، ونختم بسعادة الدكتور يوسف ب3 أسئلة عن الصلح. يعني كان هناك سؤال عن التحكيم على الشيخ علي، عن الشيخ يسأل ولا يسأل. تفضل معالي الشيخ. هو المقصد تلاقح أفكار وليس سؤال، إنما هو تلاقح أفكار، وإلا معالي الشيخ علي هو شيخنا أستاذنا في التحكيم وغير التحكيم.
بيسأل الشيخ علي. تفضل بس يحضرون الماء. تفضل عشان من الوسائل البديلة. هذه من الوسائل البديلة. لأنه الدكتور زيد عنده 10 دقائق وسيغادر القاعة. فلعل أحضر الميكروفون مع الشيخ. لعل المداخلة تكون مع الشيخ يعني. أي لو تكرمت. شكرا مع الشيخ. بسم الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة نشكر رئاسة الديوان على إقامة هذه الندوة المباركة، كما نشكر الغرفة، غرفة تجارة الرياض، على دعمها ومساندتها واستضافتها. كما أشكر أيضا أصحاب الفضيلة والسعادة المنتدين الذين أفادوا وأجادوا فيما يتعلق بالتسوية غير القضائية. نحن نعلم بأن التحكيم يمر بمراحل وإجراءات ذات صبغة خاضعة للقضاء، وكذلك في بعض أحوال الصلح قد يكون الصلح أيضا أمام القاضي، وفي أيضا الصلح الواقي من الإفلاس وهو أيضا يتم تحت نظر القضاء في بعض أحواله. وبالتالي فالعنوان يعني ليس محضا في هذا الجانب. فيما يتعلق بالتوفيق والوساطة وما أشار إليه الشيخ أحمد من أن أهمية أن يكون الوسيط أو الموفق لديه قدرة في طرح ما يرغب طرحه، فهذا طبعا من العناصر المهمة والجوهرية في هذا الجانب. نحن في المملكة لدينا قصور في رصد القضايا التي تنتهي بالتوفيق والوساطة، لأن في الغالب تتم خارج الإطار الرسمي أو حتى الإطار الغرفة التجارية، أو مع أن لديها هي طبعا وقائع في بعض المنازعات التي تتم بالطريق الودي. ونتمنى أيضا على الغرفة أن تنشر مثل هذه الوقائع وهذه القضايا التي انتهت بالوساطة والتوفيق. وأيضا أؤيد ما قاله الدكتور يوسف فيما يتعلق بالمبادرة ولإقامة مراكز تهتم بالتوفيق والوساطة. وشكرا للجميع والسلام عليكم. سلام. شكرا معالي الشيخ علي. هناك سؤال آخر في موضوع التحكيم. تفضل أنت. اسمح لنا نختم عند الشيخ علي إن شاء الله السؤال الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. المحامي علي السويلم. نشكر طبعا القائمين على تنظيم هذا اللقاء، سواء في أصحاب الفضيلة قضاة الديوان، رئيس وقضاة الديوان، أو الأخوان في الغرفة التجارية. وموضوع التحكيم موضوع ذو شجون كما يعلم الدكتور زيد والأخوان جميعا، والحمد لله أنه المآخذ اللي كانت يعني تحسب على النظام السابق انتهت الآن إن شاء الله، بالذات هي موضوع نهائية أحكام التحكيم. وطبعا لن نتطرق إلى ذلك لأن النظام الجديد عالج كل مسائل هذه، وسمعنا قبل شوي شرح وافي من معالي رئيس الديوان عن نظام التحكيم أيضا، وأيضا الأخ الدكتور زيد أيضا شرح بعض مواد النظام الجديد التي تبشر إن شاء الله يعني العودة. أنا أقول لأنه فعلا هجر التحكيم كوسيلة لفضل منازعات في السنوات الأخيرة لما علق بالنظام من إشكاليات، وإن شاء الله راح تنتهي هذه المسألة. ولكن النقطة المهمة الآن أنا بظني من واقع التجربة بأنه نحتاج إلى توعية المحكمين والمحتكمين بأهمية دور المحكم في نظر النزاع، لأنه حقيقة
دور قضائي بالدرجة الأولى. صحيح أن المحكم ليس قاضي لكنه يتولى عملية قضائية بحتة تأكيد لأن يصدر حكم ملزم في ونهائي. فلذلك نحن بحاجة إلى توعية المحكمين، وهذه أنا أيد الدكتور زيد إلى ما أشار له أنه أحيانا يختلط الأمر على المحكم بين مهمته كمحكم أو كيعني وكيل أو ممثل لمن عينه أو رشحه في وثيقة التحكيم. فهذه مسألة. أيضا المسألة على الجمهور المحتكمين، نحن بحاجة إلى توعيتهم لأنه يجب عليهم اختيار المحكم المناسب للاشتراك في هيئة التحكيم، لأن وجدنا في حالات كثيرة سابقة أنه يكون المحكم بعيد الاختصاص تماما عن العملية، وأحيانا يذهب في موضوع التحكيم ومناقشاته إلى يعني اتجاهات بعيدة قد لا تخدم الموضوع. وشكرا. شكرا دكتور علي. الشيخ علي داود، ولعل يكون مستقبل أسئلة يعني المداخلات تكون أسئلة حتى يعني تتلاقح الأفكار أكثر من المداخلات، وإلا نحن أمام أساتذة مشايخ ومحامين أصحاب خبرة. تفضل مع الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. حقيقة أشكر معالي الشيخ إبراهيم وأشكر أصحاب المعالي على تفضلهم في الإلقاء أو التطرق لهذا الجانب المهم الذي هو في الحقيقة من صميم عمل القضاء ومن مسؤوليات القضاة. مسألة التسوية والصلح حسب خبرتي، الخصوم حينما يحضرون إلى القضاء يكون لدى كل واحد منهم القناعة التامة بأنه هو صاحب الحق، فبعدما تعرض القضية على القاضي ثم تسمع الدعوة وتسمع الإجابة يطلع كل طرف على ما لدى الطرف الآخر، ثم يبدأ لديه تصور في معرفة الحق. في هذه الحالة تبدأ مسألة التنازل أو تبدأ مسألة التسوية، وكثير من القضايا تحل بعد ذلك. مسألة مكاتب الصلح التي تسبق القضاء، هذه أعتقد أنها تجارب موجودة وقد سبقنا بها في دول أخرى، وهي لها ثمرة كما تفضل به الدكتور أحمد، وثمارها ظاهرة في مسألة التسوية في المنازعات. فما بقي علينا الحقيقة، نحن لا نأتي بجديد الآن في اجتماعاتنا أو لقاءاتنا أو ندواتنا، إنما نتطرق لأشياء سبقنا بها وثبتت فعلا أنها مثمرة. البقي علينا فقط نقل هذه التجارب إلى الجهات المختصة في المملكة، ومن ثم مباشرة هذه الأعمال. المسألة اللي الحقيقة أحب أن أثيرها في مسألة التحكيم تطرق لها الدكتور زيد، اللي هي مسألة الشروط التي يجب توافرها في المحكم. النظام السابق نص على أن يكون المحكم جامعيا أو لديه مؤهل جامعي. النظام الأخير كذلك تطرق إلى هذه المسألة وذكر بأنه إذا تعدد المحكمون فيشترط أن يكون الرئيس فقط. هذه المسألة الحقيقة هي يعني سبب لتعثر كثير من أحكام المحكمين، فنجد أن بعض الشركات أو بعض التجار أو بعض المسؤولين حينما يعين محكم يعين محكم لديه في الشركة، أحيانا يكون هذا المحكم غير مؤهل. فالشرط في الرئيس اللجنة أن يكون هو الجامعي، هذا أعتقد أنه هو سبب الخلل في عدم نجاح كثير من لجان التحكيم. في وجه نظري أو نظري أنه لابد أن يكون جميع المحكمون مؤهلين تأهيل تام
حتى نخرج من مسألة ضعف القرارات وأحكام المحكمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. شكرا معالي الشيخ علي. إذا كان هناك سؤال يعني لو تكرمتم إن كان نأخذ من الخلف إذا في سؤال، بس المداخلات جيدة ولا نستغني منها، ولكن بدنا بالأسئلة حتى نستفيد من فضيلة الشيخ دكتور زيد. بقي 10 دقائق ويغادر القاعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحب أشكر الأمير بندر وأشكر الشيخ عبد العزيز وأشكر فضيلتكم، وما أحب أنسى أحد بالشكر، خصوصا الغرفة التجارية اللي هيئة الاجتماع هذا والندوة هذه. سؤالي، هل للمحكم حق إلغاء بعض الشروط الغير المنطقية في العقود؟ والشيء الثاني، هل التحكيم يجوز بين في المشاريع اللي خاضعة للدولة أو لا؟ سلامتكم. بالنسبة للتحكيم، هل يجوز للمحكم إلغاء بعض الشروط غير المنطقية اللي في العقود؟ يعني يقول هذا الشيء مثلا ما هو متوافق أو ما هو منطقي، مع أن القضاء يعني يبت فيها بشكل صريح أنه حتى طالما أنك يعني موجود الشرط فمعناته خلاص انتهى الموضوع. فالمحكم يعني كالصلح أنه يقول لا هذا ما يجوز، هذا ما ينفع أو كذا. الشيء الثاني، بالنسبة للعقود اللي مع الدولة، هل التحكيم يجوز فيها أو فقط بين الشركات وبعضها كنظام أقصد؟ أنا عندي أكثر أيضا سأجيب على ما تفضل به الشيخ والسائل، وأيضا عندي أكثر من تعليق. أنا والله سمعت دكتور علي يتحدث عن التحكيم ويقول أصبح قضاء. أنا أقول يا أخوان، في نظام التحكيم الجديد أصبح التحكيم أخطر من القضاء. التحكيم في النظام في الآن أصبح ما في استئناف نهائي، أما في القضاء ففيه استئناف، فيه درجة قضائية ثانية وفي مجال مراجعة مرة ثانية. فأصبح التحكيم الآن خطر جدا، في مع أنه مفيد جدا إلا أنه أيضا خطر. الدكتور علي ذكر شروط المحكم، وكأني فهمت من كلامها، أنا كأني فهمت من كلام الدكتور علي أنه يقول يعني يريد أن يكون جميع الأعضاء أو جميع هذا التحكيم جامعيين كذا. دكتور أستاذ علي لا أنا أؤيد أي شرط في التحكيم أن يكون فيه مزيد تأهيل، وهذا أيضا لأطراف التحكيم أن يذكروه في اتفاقية التحكيم، وإذا ذكروا أصبح ملزما حسب النظام الجديد، أصبح ملزما للقاضي. ما يصدق على وثيقة التحكيم إلا إذا كانت تنطبق عليهم الشروط. قبل قليل ذكرتها. أنا كنت أتصور أني بيثير شرط الإسلام، لأن ما موجود في اللائحة في النظام، ما هو موجود الشرط هذا في الإسلام، مع أن ربما أنهم واضع النظام لاحظ قضية التحكيم الدولي أو قضايا التحكيم اللي تصدر في الخارج وتصدر من محكمين غير مسلمين ثم تأتي هنا لتنفيذها، فأراد أن ما ينص عليها في النظام، يعني ينظر إلى الغاية لا إلى الوسيلة، ينظر إلى الغاية، الحكم الذي صدر هل هو موافق للشريعة الإسلامية يكفي، أما الوسيلة فيبدو أن تركها. عندي سؤال يقول، ما أثر نظام التحكيم الجديد على القضايا المنظورة لدى المحاكم؟ له أثر. إذا أرادوا أطراف النزاع أرادوا أن يصوغوا مشارطة التحكيم ويلجأ إلى نظام التحكيم الجديد له أثر، لكن أن يكون هناك شيء يفرض عليهم ما يفرض عليهم. الأخ الكريم يقول، هل يجوز للمحكم في العقود، هل له سلطة؟ سلطة المحكم كسلطة القاضي تماما في العقود. إذا كان في العقد القاضي له سلطة في تعديل العقد لإعادة توازنه، إذا وجد خلل في العقد اختل توازنه فللمحكم القاضي أن يعيد العقد إلى التوازن، وكذلك المحكم مثلا يعيد العقد إلى التوازن الموجود فيه ويحكم أيضا بالتعويض. التحكيم يقول يجوز مع الدولة، نعم، من أحد أنواع التحكيم التي نص عليها النظام يجوز العقود الإدارية بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء، نص عليها النظام أنه ما يذكر شرط تحكيم مع الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإذا وافق صار أصبح هذا الشرط نافذ صحيح. شكرا لكم جميعا. شكرا فضيلة الدكتور الشيخ زيد. للتنبيه فقط، سيتم تخصيص
ربع ساعة، الربع ساعة الأخيرة للأخوات الأسئلة التي رغبنا طرحها. ننتقل إلى فضيلة الشيخ باقي أسئلة الدكتور بالتحكيم، تعلق بالتحكيم بس دقيقتين. طيب تفضل يا شيخ عبد الله فيما يخص التحكيم، يكون هذا هو السؤال الختامي للتحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله والصحبه أجمعين. فضيلة الدكتور زيد بن عبد الكريم الزيد، تطرقت في بداية ورقتك إلى أن التحكيم يعتبر تنازلا من الدولة عن اختصاصها، فإذا علمنا أن التحكيم، أن أطراف التحكيم قد اتفقوا مسبقا على أن أي نزاع ينشأ بينهما الفصل فيه يكون عن طريق التحكيم، فبودي أن توضح لنا ما هي تنازل الدولة في هذا المجال إذا كان باتفاق الطرفين، فأين يكمن تنازل الدولة؟ وشكرا لفضيلتكم. الأصل في القضاء أن أي نزاع، الأصل أن أي نزاع نتقدم إلى القضاء والقاضي، ثم تحال القضية إلى قاض ليس لي أن أسميه ولا أختاره، هذا هو الأصل. لكن الدولة أو النظام الدولة تنازل فقال لي ولك اختر القاضي الذي تريده وسمه وهات عندنا ونعتمد لك الوثيقة، هذا هو التنازل. وتنازلوا أيضا في الإجراءات، ما ألزمونا بإجراءات بأن نلتزم بنظام المرافعات، وإنما يعني بإمكان طرفي التحكيم أن يحدد الإجراءات التي يريدون تطبيقها. أيضا المدة، بإمكاني أنا وأنت وأي طرف في آخر مطرف في أطراف النزاع أنه يحدد المدة التي يجب الفصل فيها، هذه من سلطة الدولة ليست من سلطة أطراف النزاع. عدة أشياء فيها تنازل من سلطة الدولة تركتها لنا، فإن لم نتفق نعود إلى الأصل وهو القضاء أمام الدولة. عفوا، في هنا في الجانب السيدات عندنا مداخلة. السؤال الأول كان أنه هل يجوز للمرأة أن تكون محكمة؟ لو سمحت الأخوات فقط، لو انتظرت 15 دقيقة الأخيرة جاوب على السؤال هذا فقط وجاوب عليه فضيلة الدكتور، ثم إن شاء الله نعطيكم الوقت المخصص. بالنسبة للقضاء لتولي المرأة للتحكيم يجوز، وهذا ذكره الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع، موجود ولا إشكال في تحكيمها. وأنا أيضا حتى تواصلت مع بعض الإخوة الأفاضل كبار قضاة ديوان المظالم وسألتهم عن هذا أيضا، فوجدت هذا هو الواقع. ننتقل فضيلة الشيخ الدكتور يوسف فيما الدكتور أحمد فيما يخص الوساطة والتوفيق، إن كان هناك أسئلة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم نعيم حذيفة علي شراب من مشروع شركات الخليج عائلية تابع لمجلس اتحاد غرف دول المجلس التعاون الخليجي. تطرق الدكتور أحمد للقضايا العائلية وبشكل خاص الشركات العائلية. في البداية أنا لي طلب أنه نطمح للحصول على بعض التجارب اللي لا مانع من نشرها لدينا، عندنا موسوعة متخصصة لمجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نقدم ورقة عمل من قبلكم تقدم لنا وننشرها باسم التحكيم ومميزاته لحل النزاعات في الشركات العائلية، وشكرا. سلام الله. إذا تسمح لي بعلق بس تعليقات سريعة، بعلق ودكتور زيد يمشي يسمعنا. أنا أنضم يعني أضم صوتي إلى صوته في موضوع
الحديث عن التحكيم وأنه بعد النظام الجديد أصبح درجة يعني، ودائما طبعا تقاس قوة التحكيم بمدى اعتبار حكمه، هو ليس كالمحكمة الابتدائية فقط، هو أقوى من المحكمة الابتدائية حكمه، لأن حكم المحكمة الابتدائية يفحص يعني بأكثر من البطلان يدخل في موضوعه، بينما وفق النظام الجديد أصبح لا يطعن عليه إلا بالبطلان، ولهذا أصبح أقوى حتى من حكم المحكمة الابتدائية، وهذا ما يعطي التحكيم قوة وفق النظام الجديد، وأيضا يسهم في تسريع إجراءاته. أيضا يعني من صور مثلا، أنا في تقديري أنها من صور عدم الوعي والتي قد تؤثر سلبا على التحكيم، مثلا أنه لو أردنا أن نقوم بإحصائية سنلاحظ أن أغلب أحكام التحكيم تصدر بالأغلبية، وهذا يعني أن المحكم المختار من قبل أحد الطرفين ينحاز في الغالب إلى من اختاره، والمرجح فقط هو الذي سيختار أحدهما ثم تحصل للأغلبية، وهذا مع الأسف يعني يوحي بوجود هذه الروح أن من دفع النفقات ومصائم لأتعاب المحكم واختاره هو من يميل إليه، في العمل المؤسسي ستزول مثل هذه الأشياء، وأيضا لا نتفاجأ بأنه أغلب الأحكام تصدر بالأغلبية. أيضا مثل ما قال شيخي وأستاذي الدكتور الشيخ علي سعوي في كلامه مشكورا عن الأخبار الإيجابية، لا شك أنها صورة مشرفة تحفز الناس، لا سيما إذا كشفت مآلاتها، وهذا أيضا يمكن ربطه في سؤال أستاذ نعيم، نشر هذه الأشياء والنشر حق نشر الأحكام بعد إزالة أسماء أطرافها هي واحدة مما تنص عليه الأوامر وتقضي به، و يعني هو حق للناس لتطلع عليه والمتخصصين ليعلقوا ويستفيدوا والباحثين، فنشر هذه الصور الإيجابية وآثارها ومآلاتها يسهم بشكل كبير وفاعل في دعم كل هذه المشاريع التي يتشوف إليها، وقبل ذلك تهيئة البيئة لها، يعني حتى صدور التشريعات لوحدها دون أن تهيئ البيئة المرتبطة بأفهام الناس وأذهانهم وتصوراتهم لا فائدة منها. في أمريكا ومنذ عام 1977 هناك تحول نحو تفضيل الوساطة والتوفيق والصلح حتى على التحكيم ذاته، وهناك بحوث من متخصصين ودايسين من المبتعثين تواصلت معهم وحصلت على عدد مما يعني وجدوه في هذا السياق، في أن هناك إقبال على يعني هذه المدرسة بشكل أكبر، لأن التحكيم حتى فيه مثل ما قال بعض مشايخنا قبل قليل فيه شبه بالقضاء، لأن الذي يعني يمهر صيغته بالنهائية والنفاذ هو القضاء ويفحصها طبعا قبل ذلك، فلذلك أيضا هو يعني قد يورث شيئا من الضغينة كما يقول أمير المؤمنين علي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلهذا يعني قد يكون اللجوء الى مثل هذه الوسائل المفضله اللي يفضل النزاعات قد تكون هي خير للجميع. الشيخ عايض سؤال مكتوب حول توثيق هذه المصالحه، لا شك ان توثيق هذه المصالحه والاشهاد عليها وضبطها بكل الوسائل هو يعني مما يحمي حقوق الأطراف وأيضا يحسم مادة النزاع، وإذا كان هذا عملا مؤسسيا ومن جهة توثيق معتبرة وتوثيقها محل الاحتجاج كان هذا أكثر في حسم النزاع وإنهاء مادته وعدم فتح الباب للتراجع عن شيء منه أو حال عدم توثيقه. يعني اللي أكتفي بالمناسبة يعني من الصور مثلا الإيجابية في التوثيق والتي مثلا قضى بها النظام الأردني فكرة إعادة المستندات للأطراف، وأنه لا يجوز أن يبقى أي مستند ولو صورة منه تحت طائلة المسؤولية جهة المصالحة والتوفيق، هذه الضمانة لما يشعر بها الأطراف سيدخلون في المفاوضة بشكل مطمئن، لأن الكثيرين يقلقون من أنه ربما لو قدمت لو تحدثت فهم أن جانبي أضعف، مثل هذه التفاصيل، والحقيقة أنها هي الموجودة في قلوب كل غالب الناس، لو صالحت ظن أنني الأضعف ظن أن وهكذا، فلما يفصل بين المصالح والذي وناظر الموضوع وتعاد إليه مستنداته ويجرم أي أحد يعني يخرج هذه المفاوضات التي تمت بين الأطراف وأنها فقط لا تستخدم إلا لهذا الموضوع، يعني أكتفي بهذا القدر. إذا كان هناك سؤال آخر في الوساطة والتوفيق حتى ننتقل إلى الصلح، تفضل
فقط للتنويه، هناك مجموعة من الأسئلة عن التحكيم وكيفية الطعن في أحكام التحكيم، ما هي ملامح نظام التحكيم. طبعا هذه الأسئلة إجاباتها موجودة في مذكرة فضيلة الدكتور زيد، وسيتم أيضا إحالتها إلى الغرفة لعلها أن يعني تجمع مثل هذه الأسئلة وإجاباتها. وحد الأخوان طلب أن يكون هناك إعداد وتأهيل المحكمين حسب الاختصاص بدون رسوم، ولعل الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تبادر إلى مثل هذا الأمر وتعمل دورات تأهيلية للمحكمين وبدون رسوم إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. عبد الله بكر محامي. نشكر القائمين على هذه الندوة والمشاركين من المشايخ والأخوة الأفاضل. سؤالي لماذا لا يكون دور المسؤولية الاجتماعية في المجتمع عموما دور مهم في موضوع الوساطة، توعية النشأ، توعية الأفراد، توعية أفراد الأسرة، أفراد العائلة لرب أي مشاكل قد تقوم في أطراف العائلة في المجتمع في الحي. مثلا نستعين بعض العوائل عندهم مجالس في العائلة، اجتماعات ومجتمعات، يكون من ضمن المجالس هذه لجنة أو مجموعة من أفاضلهم يتدخلون لإيقاف نزيف المشاكل واستمرارها والاحتقان بين أفراد العائلة من الصغير يكبر والاحتقان قائم. نفس الشيء في الحي، إمام المسجد أو إذا كان مجلس صغير في الحي يقوم بمقام هذه، خفف على المحاكم وخفف على القائمين على الشرط، يريح أفراد المجتمع حتى نفسيا. لماذا يعني نحرص على النزاع؟ ليش ما نحرص على التهدئة ويكون ود بيننا؟ ليش ما يشيع أفاضلنا يقومون بهذه المبادرة؟ شكرا. شكرا على السؤال هذا. ولا شك أنه تكلم في البداية دكتور زيد وسبقه بذلك معالي رئيس الديوان وأيضا صاحب السمو الأمير بندر فيما يخص الوعي والتوعية، وهو ما أشرت إليه أنه لابد يكون هناك وعي في المجتمع، وهذا يكون بمبادرات من الأشخاص. أنت كمحامي ممكن تنشر هذا الوعي بين زملائك، أنت في حيك ممكن تنشر هذا الوعي في الحي وتعاون الجميع، ولعل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يسر هذه الأمور إن شاء الله. سؤال آخر فيما يخص الوساطة، سؤال أخير. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي موجه إلى الدكتور أحمد حول الآثار المترتبة على وثيقة التحكيم عندما تكون نهائية. هل تسري هذه الآثار على المنازعات الخارجية والتي لها علاقة بالمنازعات الداخلية؟ ثم أن الدكتور أحمد ذكر أنه هناك لابد أن يكون حتى تعطى هذه الوثيقة شيئا من الحصان أن يكون هناك شرط جزائي يتقيد به الأطراف القضية المتنازع عليها. هل هذا الشرط الجزائي يمكن أن يلتزم به في المنازعات الخارجية أو لا؟ والحقيقة الشرط الجزائي أنا أقول هو موجود في بعض التشريعات في المغرب وفي الأردن. الشرط الجزائي بعد أن التزم بالحضور أمام مكتب الوساطة عند تخلفه تكون هناك رسوم لتخلفه عن الجلسة وليس لإلزامه. تعرف حق التقاضي هو مبدأ أساسي ومنصوص عليه في كل الدساتير والأنظمة، حق التقاضي مكفول للجميع فلا مساس بحق التقاضي، لكن عندما يختار هذا الخيار يجب عليه أن يلتزم بحضور مثل هذه الجلسات، ونتحدث عن وجوده في التشريعات. الآثار الخارجية طبعا أنا أتحدث عن إخوة ولديهم أملاك في الداخل والخارج وعقارات ونزاعات ممتدة إلى مقار تلك العقارات، فهم عندما حسموا النزاع فيما بينهم فصلوا في كل هذه المنازعات واقتسموا هذه العقارات وانحسمت مادة النزاع. هذا ما كنت أعني. الشيخ طالبني بالاختصار فلعل إن شاء الله تحقق المقصود. شكرا فضيلة الشيخ أحمد. ننتقل إلى المحور الأخير إذا كان هناك أي أسئلة فيما يتعلق بالورقة التي قدمها سعد دكتور يوسف الصلح. إن كان هناك أسئلة نأخذ سؤال أو سؤالين.
تفضل. السلام عليكم دكتور عبد الحكيم الخرجي محامي. ليس هناك سؤال ولكن هو مداخلة بالنسبة للدورات تقيم بحكم موجودين المشايخ في تابعين ديوان مظالم والوزارة العدل، دورات تقام للقضاة، لو كان يشاركون فيها المحامين سيكون الفائدة أكثر في تأهيل المحامين، خاصة كثير المكاتب لديهم متدربين وأسعار التدريب عالية، فأجد أنه لا مانع أن يحضروا حتى لو يكون في صالة أخرى تنقل عن طريق الشاشات ويشاركوا المحامين، مما يزيد تأهيل المحامين في كثير من الدورات التي تقام. شكرا. هناك سؤال أخير في الصلح ما يتعلق بالصلح، إذا كان لا يوجد هناك أي أسئلة في الصلح سؤال وليس المداخلة. حقيقة الأخوات لهن حق يعني في سماع الأسئلة منهن، فإن يكون هذا السؤال الأخير إن شاء الله. تفضل. مرحبا. في أسئلة هنا أو شيء هنا؟ لحظة شوي أختي، بس نأخذ سؤال ننتقل إليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الرحمن العبد لطيف من مكتب الدكتور عبد العزيز العبد لطيف للمحاماة. سؤالي شيخ الفاضل بالنسبة الآن للصلح، الآن نظام التحكيم أصبح قوي جدا وتم الإعلان عنه، ولكن سؤالي الآن هل مسألة التوعية القانونية، يعني في بعض العوائل أو بعض الخلافات تنشأ خوفا من رفع دعاوى أو شيء في هذا المثل، أنه يعني في رفع الدعاوى أن يكون فيها يعني مشاكل عائلية تنفضح العائلة وما إلى ذلك، لكن الآن التحكيم لعله يقلص هذا الأمر، لكن مسألة التوعية هل هناك خطة للتوعية قانونية للمجتمع في هذه المسألة؟ شكرا لك. السؤال الأخ الكريم متكرر من ناحية يعني، ويؤكد يعني أهمية التوعية بنشر ثقافة الصلح والتسويات الودية، ونحن طبعا كما ذكرت في كلمتي ننطلق من قواعد يعني الشريعة الإسلامية التي تؤكد على أن الصلح عبادة. عندما يعني نريد أن ننشر هذه الثقافة فلا بد أن نبين أن كما الإنسان يؤدي الصلاة ويؤدي العبادات، فلا بد أن يسهم أيضا في نشر ثقافة الصلح في المجتمع، لأنه الآن أطلت علينا حقيقة قضايا الأقارب واهتزت الشركات العائلية بسبب الخلافات والنزاعات، فلماذا لا تكون هناك مبادرات اجتماعية أيضا في موازاة الجهود الرسمية لأجل التخفيف وتقليل مساحة هذه النزاعات بين الأقارب وبين الأصدقاء. الحقيقة هناك في تجارب طلعت عليها، بعض الأسر شكلت مجالس من واختارت يعني بعض الأفراد الأسرة المتميزين من طلبة العلم أو من المتخصصين في الشؤون يعني القضائية أو من أصحاب التجربة أو كبار السن، فتحال عليهم قضايا الخلافات التي تكون بين أفراد هذه الأسرة، وهذه المجالس حقيقة لها ثمرات إيجابية كثيرة، ويكفي أن هذه النزاعات لا يعلم عنها أحد وتحل في وسط اجتماعي. القضايا الشركات العائلية الآن حقيقة هي مشكلة حقيقة خطيرة جدا، لأنها تؤثر على اقتصاد البلد، تؤثر على النواحي الاجتماعية، تأخذ حي يعني مساحة كبيرة وتشغل المكاتب القضائية وأصحاب الفضيلة القضاء، فلذلك أنا أؤكد على ما طرحته من وجوب يعني وجوب إيجاد مبادرات اجتماعية على كل أسرة، على كل عائلة، على كل قبيلة، على كل تكتل، على كل أفراد جميع مؤسسات الاجتماعية أن تسهم في نشر ثقافة الصلح، تكثر من المحاضرات والدروس والخطباء أيضا في المنابر الجمعة، أئمة المساجد، الصحفيون في وسائل الإعلام المختلفة، لابد بدلا من إثارة الفتنة بين المسلمين وتمزيق اللحمة الوطنية وإثارة الأخبار أخبار يعني الخلافات الفكرية بين الأطياف المجتمع، أولى من هذا كله حقيقة أن نطرح مثل هذه الموضوعات، نؤكد على أهمية الصلح بين الفرقاء وخصوصا الأقرب.
شكرا دكتور يوسف. الآن ننتقل إلى أخوات إذا كان هناك أسئلة. تفضل يا أخي. السلام عليكم. إيمان الغامدي قانونية. قبل قليل ذكر الدكتور الزيد رأي ابن عثيمين عن جواز تولي المرأة لولاية التحكيم، مع العلم أنه قرار التحكيم ملزم أو كما ذكرتم هو تنازل من الدولة عن جزء من سلطتها القضائية، فما هو الإسناد الشرعي لجواز تولي المرأة للتحكيم، وما هو الفرق إذن بينه وبين عدم جواز ولاية المرأة في القضاء عند بعض الفقهاء غير الأحناف، ومتى سيتم تطبيق قرار ولاية التحكيم؟ شكرا. بما أن الشيخ زيد غير موجود حاليا فلعل الشيخ نبكي على الشيخ عبد الله بن خذير دكتور أحمد بل يتبع الشيخ ما خرج يعني يجاوب. على كل حال يعني السؤال اللي وجه سابقا لفضيلة الدكتور إنها المرأة تتولى التحكيم، وكان الجواب مثل ما ذكر جواز ذلك، وبالتالي لا يلزم الدخول في يعني خلافات الفقهاء، إنما المقصود هل تتولى المرأة التحكيم كمحكم أم لا، كانت الإجابة أنه لا مانع من ذلك، والنظام أيضا واضح لم يحدد يعني ذكر أنه يتولى التحكيم، وبالتالي يمكن تتولى المرأة كما يتولاه الرجل. والأهم هنا أنه أيضا شيخنا ولاية القضاء، يعني البحث هو في ولاية القضاء، وهذه ليست ولاية قضاء، وبناء عليه فلا ينسحب عليها ما يشار إليه من خلاف بين الفقهاء في مسألة تولي المرأة للقضاء، وهذا يعني بناء على رأي الدكتور زيد وهو العميد السابق للمعهد العالي للقضاء، وأيضا لديه بحوث متعددة منشورة في المجلات وأيضا مطبوعة في هذا الخصوص، وقد استدل على هذا الموضوع يعني بشكل موسع، ويمكن وأوصي أيضا ببحث هذا الموضوع مع الدكتور الشيخ عبد الله بن خنين يعني حتى تتلاقح الأفكار في الجلسة الثانية بإذن الله. سؤال ثاني من عند الأخوات إذا كان هناك سؤال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله، معكم وجدان الكحلان قانونية. بالنسبة لنقطة التحكيم اللي تطرق لها الدكتور زيد الزيد، في نقطة أنه لا يجوز في إذا كان القاضي يسوغ له النظر في أي قضية فإن المحكم لا يجوز له التحكيم في القضايا التي تمس النظام العام أو المصالح العامة ومنها القضايا الأسرة. هنا لفت انتباه يعني تساؤل، كيف الآية الكريمة يعني فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ أرجو الشرح والتوضيح، شكرا لكم. ما انتبهت الحقيقة لكلام الشيخ زيد في هذا، وكلام الأخت وجدان في مكانه، يعني بعث الحكمين أصله ودليله، يعني احنا لو نبحث عن دليل، والشيخ أيضا في كتبه عندما يبحث عن دليل عن للتحكيم في كتاب الله فيستدل بالتحكيم في موضوع الشقاق بين الزوجين، فكلام الأخت كي سليم، وأنا حقيقة ما كنت منتبه لكلام الشيخ زيد هل هو أورد مثل هذا أو لا. كيف؟ نعم منعه حسب كلام الشيخ، طبعا النظام لم يخرج ولهذا لم يعلن. كيف والأحوال الشخصية وليست الأسرة؟ طب ممكن الشيخ عبد الله تعلق تبين لنا أكثر بعد إذن فضيلة الرئيس. طبعا أنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق وأن شرح لنا الدكتور عن النظام الجديد، أنا لم أطلع على هذا النظام الجديد، وذكر بأنه لا يطبق على الأحوال الشخصية. هذا ما لو سمحت الصوت غير واضح، ممكن ترفع الصوت لو سمحت. الدكتور زيد عند شرحه للنظام، أنا لم أطلع على النظام، ولكن ذكر بأنه لا يطبق على الأحوال الشخصية، ولم يتطرق للأسرة، لا أعلم عن هذا الشيء. وعندي سؤال للأخوان إذا تكرمتوا، طالما أنكم أعطيتوني الميكروفون أسأل. أنا شيخ ننتهي من أسئلة الأخوات لأن هذا وقتهم ونحترم وقتهم، ثم إذا بقي وقت بشر إن شاء الله. لا بأس شكرا. فيما يخص ما ذكره الشيخ زيد سابقا وما ذكره الشيخ أحمد طبعا وما ذكره الشيخ عبد الله فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وأن التحكيم ليس داخل فيها، طبعا محاكم الأحوال الشخصية الآن فيها صلح وفيها في نفس المحكمة، و لعل هذا الذي جعله منهم يعني، والتحكيم في الغالب يكون في القضايا التجارية غالبا يعني، وبالتالي قد يكون هذا السبب. نعم. المبحث الفقهي في هل القاضي ملزم برأي الحكمين أو لا في موضوع
في موضوع قضايا زوجية أو لا، لعل هذا فرع من فروعه يعني ربما. في سؤال آخر عند الأخوات فيما يتعلق الصلح، الشيخ الدكتور يوسف أو الوساطة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم الصغير طالبة حقوق في جامعة الملك سعود، يوجد لدي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للتحكيم، هل يوجد جهة محددة يمكن الذهاب إليها للتحكيم، وأين مقرها، وهل هي متواجدة بكل مدن المملكة؟ السؤال الثاني، أين هو دور المرأة في جميع المناصب التي ذكرت اليوم، وما هي المجالات المتاحة حاليا والتي ستتاح مستقبلا إن شاء الله، وشكرا. طبعا فيما يختص بالتحكيم، لعل الأخت بما أنها طالبة في الكلية أن تطلع على نظام التحكيم الجديد والمشروع والتفصيلات اللي فيه، وستجد إن شاء الله الإجابة الكافية في هذا الأمر. أيضا نأمل أن تكون هناك، إذا كان هناك أسئلة في الوساطة والصلح. التحكيم حاليا الدكتور زيد غير موجود، فإن كان عند الأخوات سؤال أو في موضوع الصلح أو التوفيق الوساطة، هل هناك أي سؤال في الصلح؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أصالي العوهلي قانونية. قبل قليل ذكر أحد الأساتذة مداخلة من الحضور أنه تعثر التحكيم بسبب ما ورد في النظام بخصوص المؤهل الجامعي، فهل كان يقصد أنه يعني وجوب اشتراط تأهيلهم كمحكمين يعني بصفة خاصة، أو يقصد أنه عدم حصرهم على الجامعيين فقط، وأنه ممكن أهل الخبرة يعني ممكن ثانوي أو بحكم ممارستهم في التجارة أو غيره يعطون رأيهم ويكونون محكمين، وهذا الشيء ممكن يعني يحرك التطوير التحكيم بشكل أفضل وما ما يكون متعثر، فنحتاج توضيح لأنه ما كانت واضحة، وشكرا. الله شيخ أحمد يمكن. أنا إذا تأذن لي من القاعد هنا يا شيخ، لأنه من أحيل على ملئين فليتبعوا. الشيخ عبد الله بن خنين حضر وأثيرت مسألتين، إذا تأذن لي أن أحيل على الشيخ وأستاذنا يجيب عليهما يعني بالوقت المسموح، يعني أعطي الوقت للشيخ في مسألتين شيخنا، تولي المرأة للتحكيم وأيضا أثير يعني هذا، ومسألة التحكيم في القضايا الزوجية في قضايا الأسرة بشكل عام، يعني كأنه مر في كلام الشيخ زيد بعض الأخوات يقولون أنه مر أنها لا تدخل، ليست من القضايا التي تدخلها التحكيم، ما هو الموقف من هذا وكيف نفسرها مع النص الذي أمر بعث الحكمين، وأيضا شرط الشهادة الجامعية، إذا ممكن تعليق سريع شيخنا بعدين قضية الرئيس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بولاية المرأة للتحكيم، الأصل أنه يصلح للتحكيم من يصلح للقضاء، وهنا ننتقل إن صح التعبير برابط إلى بحث ولاية المرأة للقضاء، فهل يصح أن تتولى المرأة القضاء؟ الفقهاء بإجماع لا يجيزون للمرأة أن تتولى القضاء. قد يقول بعض ذكر الحنفية أنه يجوز لها في غير الحدود، وأقول أن المحققين من الحنفية يرون أن ليس هذا هو مذهب الحنفية. مذهب الحنفية كمذهب الجمهور بأنه لا يجوز للمرأة أن تلي القضاء، لكن لو ولاها الإمام أثم وجاز قضاؤها في غير الدماء والحدود. فنقف حيث وقفت بنا النصوص، ولا يصح أن نتلمس الخلافات، لأن الخلاف وتتبعه منهي عنه، ولذا قال الفقهاء من تتبع الرخص فقد تزندق، وليس معنى الخلاف الإباحة، لأن اتباع الأيسر في مسائل الخلاف يخرج الإنسان من عبادة مولاه إلى اتباع هواه، والأصل في الشرع أنه جاء لإخراج الإنسان من داعية هواه إلى اتباع مولاه. هذا باختصار ما يتعلق بالسؤال الأول. أما
التحكيم في المسائل الزوجية فالفقهاء اختلفوا، هل الحكمان في المسائل الزوجية وكيلان أو قاضيان، أو قول آخر بمثابة شاهد الخبرة الذي عليه العمل في المحاكم الآن أن التحكيم في الشقاق الزوجي هو بمثابة شاهدي الخبرة، كأنه محقق باختصار سمع من هذا وسمع من هذا وحاور الطرفين وخرج في النهاية برأي يرى أنه الأسد في إصلاح الفرقة بين الطرفين بجمع وفرقة بإصلاح شقاق، ومن ثم هذا بصدوره من حكم الشقاق الزوجي لا يعد حكما فاصلا في القضية، بل هو يعد كقرار خبرة فهو خاضع للقبول والرد من قبل القاضي، ولا يكون لازما إلا إذا أمضى أو رأى القاضي العمل بما فيه. لكن لو احتيج إلى ذلك ضرورة كمثلا في خارج البلدان الإسلامية التي لا يمكن فيها حل الشقاق إلا عن طريق التحكيم في الشقاق الزوجي، فلا شك أن التحكيم في الشقاق الزوجي هو وسيلة من الوسائل التي يعالج بها المسلمون في تلك البلدان قضاياهم في مثل هذا، ويوجد مراكز في تلك البلدان لحل المشاكل الأسرية بما فيها الجمع والفرقة، وهم أيضا يعملون بالجمع والفرقة عند مقتضيه لأجل الشقاق. وهذا مخرجه كما يتحدث علماء المالكية، حيث عدم القضاء جاز للعدول، حيث عدم القضاء وكانوا يقصدون في غير البلاد الإسلامية جاز للعدول من المسلمين في تلك البلاد أن يتصدوا للقضاء وأحكامهم نافذة، سواء كان ذلك في المسائل الزوجية أو في غيرها، طبعا غير القصاص وغير الحدود فإنها لا تقام في ظل عدم وجود ولي أمر للمسلمين، صلى الله وسلم على نبي محمد. شكرا معالي الشيخ على هذا الإيضاح. طيب دقيقتان فقط للأستاذ الدكتور صالح مزلاوي، لديه مداخلة، ولكن دقيقتان فقط يا دكتور صالح حتى نختم الوقت. عفوا في سؤال، لحظة شوي بس ناخذ المداخلة ثم نختم بالسؤال اللي عندكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بأسئلة الزميلات، أولا هل يجوز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية أو فيما يخص الأسرة؟ أولا هناك نص صريح في نظام التحكيم الجديد يقضي صراحة بأنه يصح التحكيم فيما يصح فيه الصلح، فالتحكيم جائز فيما يجوز فيه الصلح، وهذا مسألة فيها إطلاق. أما فيما يتعلق باستثناء مسائل الأحوال الشخصية من مجال التحكيم فهذا لم يرد به نص في نظام التحكيم والنظام معي. أما فيما يتعلق بالنسبة للمرأة، هل يجوز أن تشارك المرأة في التحكيم؟ وكان السؤال حول الأساس القانوني فيما يتعلق بهذا الشأن، ورد في المادة 14 من نظام التحكيم الجديد النص صراحة عدل الشروط، لم يتحدث، كان قديما بيتحدث عن الذكورة وعن الإسلام، هنا اشترط أن يكون الشخص كامل الأهلية، حسن السير والسلوك، معاه شهادة جامعية أو حاصل على شهادة جامعية في المسائل الشرعية أو النظامية، وبالتالي فالسند الشرعي أنه اشترط شروطا واضحة مطلقة، قال أن يكون الشخص كامل الأهلية، وطالما ذكر الشخص مطلقا دون تقييد أو دون تخصيص فيظل على إطلاقه كما هو، ويصح يشمل المرأة ويشمل الرجل، ولكنه يشترط فيما يشمل هذه المسائل أن يكون حاصلا على شهادة جامعية من بكالوريوس الشريعة أو بكالوريوس أنظمة كما هو ورد في المسائل. أما بالنسبة للطعن على الأحكام، والأستاذنا الفاضل الدكتور زيد تكلم هنا عن عدم جواز الطعن في الأحكام وأن التحكيم نذر شؤم أو خطر، فهذا قول على إطلاقه غير صحيح، فالنص يفرق ما بين أمرين. إذا أيدت النص، أنا لا أذكر رقم النص في النظام الجديد، بيفرق ما بين شقين. الأول إذا أيدت المحكمة حكم التحكيم وجب تنفذه واتخاذ كافة وسائل الجبر، إذا رفضت حكم التحكيم جاز الطعن عليه وفقا لطرق الطعن المقررة.
إذن فهذه بس المسائل حبيت أوضحها بإيجاز، وشكرا لحضرتك. شكرا دكتور صالح. نختتم بسؤال أخير عند الأخوات حتى نختم هذه الجلسة، حيث يعني قرب وقت الصلاة. سؤال أخير عند الأخوات إن كان في الصلح أو التسوية. السلام عليكم. روان السلام. المانا جامعة الملك سعود. شيخ الله عافيك، في البداية قلتوا أن يصلح أن المرأة تصير محكمة وأن ابن عثيمين أجاز هذا الشيء، بعدين الشيخ اللي قبل دقيقتين ناقض هذا الشيء فقال حنا نساويه في القضاء، فأنتم يعني لكم الحين شوي يعني ما عطتونا إجابة محددة وصريحة، هل يجوز للمرأة أنها تمسك تحكيم؟ وإذا كان يجوز هل سيطبق ولا ما راح يطبق؟ الإجازة كثيرة بس التطبيق يعني. شكرا. إن شاء الله بعد ما تخرجين من الكلية إن شاء الله تدرسين الآن وتدرسين نظام التحكيم، لنظام التحكيم صدر حديثا واللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن، وأنت والأخوات طالبات مجدات إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل أن ينفع بكن إن شاء الله، فتدرسون نظام التحكيم وتطلعون على هذه الأقوال التي وردت، ومعالي الشيخ ذكرها قبل قليل والدكتور ذكرها، ونسأل عز وجل إن شاء الله الفائدة والنفع للجميع. ولا شك أن التحكيم والوساطة وتوثيق هذه مسائل تحتاج مثل ما ذكر بعض الأخوة قبل قليل الوعي التام من الجميع، حتى يعني إن شاء الله تخف هذه المنازعات وتخف كأهل المحاكم عن كثرة القضايا. ختاما نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة عفوا على المقاطعة، بس باقي سؤال أخير بس معلش. إن كان في التحكيم فلا نستطيع أن نأخذه، إن كان في الوساطة أو الصلح فلا مانع. إيه في التحكيم هو. السلام عليكم. جمان الجبير قانونية. استفساري عن شروط الحصول على رخصة التحكيم، وكيف أتمكن كخريجة من كلية الحقوق بممارسة العمل في مجال التحكيم والحصول على هذه الرخصة؟ شكرا. إن شاء الله بعد التخرج ستقدمون لوزارة العدل، وستكون الشروط إن شاء الله موجودة هناك ومتوفرة، ويعني نوصيكم بتقوى الله عز وجل، وهذا هو الأهم يعني، والحرص على توعية المجتمع خاصة الأخوات بأهمية النظام واتباع الأنظمة والاستعانة بالله عز وجل. نسأل عز وجل الجميع التوفيق. ختاما قدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور الشيخ زيد وفضيلة الدكتور الشيخ أحمد وسعادة الدكتور يوسف على ما قدموه من معلومات قيمة، كما نشكر أصحاب المعالي أصحاب الفضيلة والإخوة والأخوات على المداخلات القيمة والأسئلة، ونعد الجميع إن شاء الله أن ما أثير في هذه الجلسة سيتم نقله إلى المسؤولين في الغرفة وسواء في ديوان المظالم، إن شاء الله مستقبلا تكون نتائج طيبة تعود بالنفع لهذا البلد الآمن وإلى الإخوة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.